لا تنضم ان الست وجدان رحيم رئيس القسم الفنون التشكيليه. حياك الله، صباح الخير عليكم. نريد نشوف هذا قسمكم، احنا اختارينا هذا القسم. طبعا فهذا القسم فعال، اكتف عالي، وفي طاقات، يقال انه طاقاته حلوه. كلها اقسامنا طاقاتها حلوه. تمام. اي فهذا واحد فرع. يلا خلينا ندخل. السلام عليكم. السلام عليكم استاذ. اهلا وسهلا. حياك الله. استاذ زيد. زيد عبد الرزاق. عملي عندكم حاليا داشو؟ اي نعم. تمام. ست العملي ياخذ وقت، الاعمال تاخذ اكيد وقت. اكيد يوم كامل، كل يوم كامل. درس يوم كامل الى الوقت. كلش قد العملي؟ بالاسبوع كلش قد كم يوم عملي؟ كل ماده يوم إلا. بس اليوم كله. اليوم كامل. يعني اربع ساعات. الاربع ساعات هم هذا شغلهم. حلو. زين، المواد الأولية شنو المواد الأولية؟ اعتيادي طين، وأستاذ زيد هو مدرس المادة. تمام. أستاذ زيد حياك الله. الله يسلمك. متوفرة المواد الأولية لو عندنا مشكلة بها؟ يعني موجودة، احنا قاعد نشتريها طبعا بصراحة، يعني الطلاب هم يشتروها على حساب الخاص؟ هذا هم يدخل كاهلهم قاعد يشتروها. احنا نحاول شو نسوي؟ الأعمال اللي قابلة للإتلاف نرجع نعيدها ونرجع تدوير على التدوير. بالضبط. تمام. بس يعني معناها الماده الاوليه، الماده الاوليه الخام. اي نعم. مو من لا لا نشتريها شراء. اي نعم. اي نعم نشتري. بالتالي هذه فوق اعباء خطوط يعني النقل او كذا. يعني طبعا الشكل عبء على الطالب. ماده هي ماده دراسيه، يعني اكو مواد دراسيه وملزم الطالب يجيبها، واكو مواد ما ملزم الطالب لكن ما اكو اثريه اكيد المعاصر الجميله بصوره عامه او بصوره خاصه. فهاي ماده من ضمن المواد اللي طالب لازم يقدم عمل. شلون يقدم عمل؟ يجيب طين ويقدم عمل. فاكو مواد ملزم الطالب هو طين. احنا عندنا طيانه بالشارع هواي. لا مو طين. طين عام تحكي عنه ملزم الطين. لا بس انا فاهم اتمازح وياكم اكيد. طين يختلف. انا بس احكي لك يعني. نعم. الطين هذا مكرر ومصفى من الأملاح، منقى وبيه هم مواد أخرى بنسب معينة مركبة. هذا من يشتروه؟ وين متوفر دائما؟ هو طبعا يجي أسواق خاصة يعني؟ أي طبعا يبيعونه يعني بمشاغل الوزيرية أو مشاغل اللي بصلح وذاك الصوب. شلون يكون هذا الألوان بيها الثاني طين؟ شلون أحوله إلى هذا اللون خلفك؟ هو اللون. أول مرة طين هسه خلني أشوف هنا شغل. خلني جاني أستاذ زي. أي حبيبي. هنا هسه أكو شغل هنا. أنا. أي نعم. تمام. هذا شنو القالب الرئيسي؟ سموه لو شو سموه؟ لا هو أولا الطين، أنا بس خلي أشرح لك. هو نعم. الطين يعجر ويوصل مرحلة يبدي يتماسك، يصير بي لدونه، يصير بي لدونه، فبعدين يبدون يشتغلون الأشكال اللي مطلوبة. إحنا طبعاً تعرف إحنا شغلنا أكاديمي. نعم. مو تجاري، يعني نشتغل آرت. فنعتمد التقنيات، أما البناء الأشرطة أو البوكس أو الحبال. هسه أنت قاعد تشرح لي، أنا مو صاحب تخصص. أعطيني مثال، عندك أمثلة أنت جاهزة هسه؟ يعني مثلاً هسه هذا، هاي القطعة أول قطعة بناء أشرطة. القطعة الأخرى اللي بصفها لا سحب على حلو. السحب احنا نعتبره تجاري. الشطارة والفن يكمن بالبناء. بس به هو حركة أكثر بشوية، يعني دقة أكثر مو صح؟ صح تجاري. بس ينجز بفترة يعني وجيزة قليلة، ما تتعدى نص ساعة ساعة. هاي وحدة بالنسبة للسحب. وبنفس الوقت ما تقدر تتصرف به، يعني انت احنا اليوم نخلي العمل الخزفي يخضع المدارس الفن التشكيلي. زين تتحدث يعني جانب الاكاديمي البحث. اي طبعا. زين انا اتحدث لك ايضا عن هذا الجانب الاكاديمي مع الجوانب الابداعيه الجماليه. نعم. حصلتوا على جوائز؟ طلابك وصلوا الى مرحله متقدمه؟ بدنا نشارك الحمد لله. هسه عندنا مشاركه، عندي طالب راح يشارك بمعرض نقابه الفنانين. حلو. وعندنا مشاركات، واحنا همين الاداره مشكوره، يعني دائما نسوي لنا مهرجانات. زين. يعني تفعل الطلاب دورهم. أي نعم. حلو. زين استاذ، هذه الاشكال والاعمال بعدها وين تروح؟ تبقى معروضه داخل البحث؟ بعد ما تكمل عده عمليات تمر بها، وبعد ما تكمل طبعا نخزنها بمخزن المعهد. مخزن المعهد. زين. داخلها ست وجدان جرد. جرد و... تمام. ست وجدان كم قسم او كم فرع عفوا عندك؟ عندنا اربع افرع، من ضمنهم فرع الخزف والرسم والنحت والجرافيك.